شيخ عندنا شاب دائما اشوفه بالمسجد او عند ناس يامرهم بغسل الجنابه ويعطيهم الغسل المجزي، يقول اذا عليك جنابه يسولف على النساء او الرجال، يقول اغسل بالغسل المجزي عم جسمك تمضمض خلاص ارتفعت عنك الجنابه. بعدين نساله نقول له يا اخي انت تعرف السنه انه اول شيء يتوضا بعدين يفيض على راسه، قال لا انا اعرف بس اعمل الشيء هذا حتى لا اصعب عليهم الامور. نصحنا قال انا مصمم على هذا ما ادري يلحق اثم ولا لا. هذا الرجل او غيره من الناس الذي لا يبين من الشرائع الا ما كان فريضه يعتبر ممن كتم العلم، لان الواجب على طالب العلم ان يبين الفريضه والسنه ثم يقول للناس هذه فريضه وهذه سنه، فمن اتى بالفريضه اجزاه ومن اتى بالسنه ساد اجره. اما ان يكتم السنه مخافة أن يشق على الناس فهو والله ليس أرحم من الله ولا أرحم من الرسول. الرسول بيّن للناس للأمة المجزي وبيّن لهم السنة. فانصح هذا الأخ مني وصية مني له بواسطتك، قل له يتق الله ويبين للناس الواجب والمستحب وهو على خير، وإذا عمل الناس بالمستحب بناء على 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 ما أعطاهم من العلم صار له أجر. فهو يبين للناس الواجب ويبين المستحب الزائد على الواجب، ويقول يا جماعة إن اقتصرتم على الواجب برئت ذمتكم، وإن فعلتم المستحب فهو أكمل وأكثر لأجوركم. أما أن يكتم الحق خوفا من أن يشق، الله المستعان، هل هو أرحم بالمؤمنين من الرسول؟ لا، ما هو أرحم. طيب اللي فعل، لا 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 لا، اللي فعل المجزي يجزي. يعني لو أنك أتيت على بركة مثلا أو شاطئ بحر أو نهر ونويت الغسل من الجنابة وتمضمضت واستنشقت وانغمست وطلعت ارتفعت الجنابة، لكن الأفضل كما قلت أنت الأفضل يغسل فرجه أولا وينظف فرجه عن أثر الجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحتي على رأسه ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده. هذا الأفضل. أي نعم 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 اي ما يتوضا ثانيه.